أعلنت مؤسسة حياة كريمة انتهاء المرحلة الثالثة من تجهيز 20 معملاً من معامل المدارس في محافظة البحيرة بأحدث الأجهزة التكنولوجية وربطها بالإنترنت وتنفيذ برامج للتوعية بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بالنظام التعليم الرقمي الجديد. جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فودافون مصر لدعم جهود الدولة في منظومة التحول الرقمي وتطوير التعليم. مبادرة التعليم حياة بدأت في محافظة البحيرة من شهر 8 اللي فات 2022. بدأنا ان احنا نمد المدارس اكتر من 15 مركز على مستوى المحافظة، احنا بنمدهم بأجهزة الكمبيوتر. احنا النهاردة موجودين في مدرسة التاسعة بزور، موجودين النهاردة تبع لبروتوكول التعاون المشترك ما بين مؤسسة فودافون مصر وما بين حياة كريمة. احنا رحنا سوهاج الغربية، دلوقتي احنا في البحيرة وبنعدي على المدارس مع مبادرة حياة كريمة بهدف ان احنا ننشر وعي بتاع منصة تعليم للأطفال، وبنساعد الطلبة أولياء الأمور والمدرسين كمان ازاي يعملوا حساب على المنصة وازاي يقدروا يستخدموا كل الحاجات اللي موجودة فيه. احنا النهاردة جت لنا مبادرة حياة كريمة، قالوا لنا ازاي ندخل على منصة تعليمي وإزاي نتعلم بشكل أحسن.